يروي محمود العارض أنه في شهر 3 أي آذار مارس جاء فحص التشويش لأجهزة الاتصال من الإدارة، وقد أخرجوا الأسرى من كل الغرف المحاذية، وكان قد فتح النفق فلم يخرج من الغرفة وقال إنه يستحم، إلى أن أغلقوا في اللحظات الأخيرة. بداية شهر 4 أي نيسان أبريل كان يعمل هو ومناضل الأخير، دخل المجرى بصعوبة، وعندما أراد الخروج لم يستطع وحشرت يده تحت صدره. حاول كثيرا فلم يستطع، وبدأت علامات التوتر تظهر عليه، ثم علامات الإغماء، فبدأ محمود بالحفر من تحته بصعوبة كبيرة، وبعد نصف ساعة تمكن من إخراجه. يا الله، كيف كان هذا الموقع والموقف؟ تصوروا أن مناضل كاد يفقد حياته وهو في المجرى، يعني كاد يموت حيا. ما أصعب تلك اللحظات والدقائق وما أثقلها على مناضل ولا محمود، أنقذه الله تعالى، لكن أي جبابرة أبطال هؤلاء فعلا؟